أهم عميد بوانتيان، الموقع الطبي الوحيد في تونس اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخو معاه موعد بالإنترنت. اليوم معنا دكتور شهاب حمزة، طبيب مرض القلب. دونك الموضوع هو الصيام ومرض القلب. الصيام بالنسبة للناس اللي عندهم الأمراض القلب بصفة عامة. صباح النور وصباح الفل. صباح الخير مدام كوثر. مرحبا بيك. مرحبا. دونك كما قلنا، مرض القلب برشا ناس يتسائلوا، وخاصة اللي يبدأ مرض معناه مجددا، يبدا ياخذ في المعلومات من كل شيرة. شخصيا انا عندي معني حاجه صحيه، وكل مره نسال وكل مره نشوف وبقي مانيش واصله معناتها هكا الاجابات الدقيقه. دونك قبل كل شيء، مريض القلب يصوم والا لا؟ عن عدة أمراض متاع قلب، عندناش مرض برك، عن ارتفاع ضغط الدم، عن القصور عضلة القلب ولا القصور شرايين القلب، عدة أمراض. قبل ما نشوفوا اسكو مرض القلب يجم يسموه ولا لا، لازمنا نشوفوا قبل كل شيء اسكو الصيام في حد ذاته فيه منفعة لجسم الإنسان وفيه منفعة للقلب ولا لا. أي. فيه منفعة للصايم اللي لابس عليه، فيه منفعة للصايم اللي لابس عليه، اللي في عنده مرض القلب فيه منفعة وإلا لا؟ هذا اش تحب تقول؟ ولا بصفة عامة؟ بصفة عامة قبل كل شيء، بصفة عامة. دونك الصيام نتاع رمضان فيه حاجتين، في انه ما ناكلوش الماكلة وأمام طون ما نشربوش. قبل كل شيء ما ناكلوش الماكلة هو المتعارف عليه بالصيام المتقطع ولا لجون انترميتون، اللي هو معناتها مشهور برشا ومنتشر برشا في العالم الكل، مش كان في الريجيم هذا وعلى الريجيم انترميتون، اللي هو من ناحيه نظريه فيه فايده. كيفاش الفايده نتاعو؟ انه كيف نصوموا بفتره طويله الخلايا الدهنيه تتقلص شويه وتضعف وتولي تنتج بروتينات كيما الديبونيكتين اللي هي تسهل الاكسيون نتاع الانسولين وتخلي السكريات يدخلوا اكثر في الخلايا، والشيء اللي يعدل السكر في الدم ونظريا يحمينا حتى من تسلب الشرايين. هذه نظريا، اما تطبيقيا البحوث العلميه متضاربه، فما بحوث تقول راهو فما منفعه وبحوث لا. اكبر بحث علمي جاء ليمات هذوما في المؤتمر نتاع جمعيه القلب الامريكي، واللي هو كشف على بحث فيه 20,000 مشارك. العشرين ألف مشارك هذوما صرحوا بالنظام الغذائي، ونلقاو العباد اللي يمارسوا الصيام المتقطع بصفة طويلة معرضين أكثر أنهم يموتوا بأمراض القلب والشرايين، معرضين بأكثر تقريبا ب 91%. البحث هذا الحقيقة شكل صدمة كبيرة في الميليو سيونتيفيك وفي العالم الكل، ولا لا يون دي جورنو خاطر الصيام المتقطع، على خاطر الصيام المتقطع ولا العباد الكل يعملوا فيه، كيما دي سيليبريتي كيما جينيفر لوبيز، جينيفر انيستون، الكل يعملوا فيه. دونك اليوم ما عندناش اجابه دقيقة علميه واضحه وقاطعه للشك انه الصيام المتقطع فيه منفعه والا مضر للبدن. وزيد الصيام لمريض القلب زاد كيف كيف ولا. الاراء فيه طبيب يقول لك رد بالك تصوم، لا مجال انك تصوم، هو جوست يقول لك لا صوم. لا، الامور عندنا احنا واضحه شوي، اما جوست قبل ما نكملوا هذا نقول لك راهو رد بالك، الصيام نتاعنا الصيام الاسلامي راهو زاد فيه انه ما تشربش الماء. وما تشربش الماء هذا يشكل خطور على بعض الاشخاص وسيرتو مرضى القلب. علاش ما تشربش الماء؟ كنا نعرف ان بدن الانسان فيه 65% ماء، وبدن الانسان ما يخزنش الماء، دونك اذا باش تشرب انت في النصف الليل مش باش تلقاه في نصف النهار، باش يمشي على روحه الماء. دونك اذا ما نشربوش على مدى النهار نعرضوا روحنا للجفاف. اللي هو يجي من شكل خطورة لمرض القلب، المرض العباد اللي الكبار في السن زادة، العباد اللي عندهم قصور كلوي، وإلا العباد اللي ياخذوا الدواء مدر للبول، هذا يجي من شكل لهم خطورة. دونك هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة لمرض القلب
فما عدة أنواع. قبل كل شيء المرض الأكثر انتشار هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم في أغلب الأحيان نجم نصوم نجم الرخص للمريض إنه يصوم، إلا في حالات معينة كيف تبدأ تكون الدم ما هوش معدل بالباهي بالرغم الأدوية اللي ياخذ فيها. أي. وإلا العباد اللي عندهم الدم هما كبار السن زادة ما نجموش نخليهم يصوموا زادة. وإلا عندهم برشة أدوية منها الأدوية المدرة للبول هذيك هي ماذا بينا خطر لازموا يشرب الماء هذا بالنسبة للتنسيون. بالنسبة للعباد اللي عندهم جلطة لا قدر الله، جلطة قلبية ولا مشكلة في الشرايين القلب ولا عملوا عملية متاع تركيب دعامات ولا عملوا عملية على القلب مفتوح، هذوما سورتو في الأشهر الأولى حتى الطبيب ما يخليهم يصوم. على خاطر كيف دفع مشيح من الماء يجم الدم يتخثر ولا قدر الله يتسبب في انسداد مرة أخرى في تجلط في الشرايين. دونك الأشهر الأولى ما عندناش حق نصومه. أنا مع مرتي نمشي للسنة الأولى كاملة ما نخليهمش يصوموا، سورتو إذا عندهم أمراض أخرى كما السكري وإلا حاجة أخرى. المرض الثالث هو القصور القلبي، قصور في عضلة القلب. هذوما في أغلب الوقت تلقى ناس ياخذوا دواء مدر للبول وهذوما ما عندهمش حق يصوموا، وإلا فما أدوية جديدة تو ولا ياخذوا فيها وأدوية مهمة جدا اللي هي من عائلة الجليفوزين. هذه ما تتمشاش بالكل مع الصيام. دونك العباد اللي عندهم قصور في القلب وياخذوا في الدواء هذا ما عندهمش حق بالكل يصوموا. وإذا كان خاطر ما تعرف اللي عندنا في التوانسة عندنا يقول لك لا لا باش نصوم، حتى كان قال لي هكا معناه باش يعرض روحه لخطر كبير. وقتاش حتى كان هو صحح راسه وصام شنو الحالات اللي تصير اللي باش يعرف اللي يلزمه يفطر؟ ما فيهاش كلام، باش تصير له عوارض معناتها خايبه في النهار. بالنسبه للعباد اللي عندهم مشكله في شرايين القلب يجم يحس بحد شيء ويجم يعدي رمضان ويصوم وفما حتى مشكله، مي بالتراكم نتاع الشيح نتاع الماء يجم في لحظه تجي معناتها ان كيو دو سون اللي سكر العرق كومبليتمون وتجي ان كومبليكاسيون ايغو معناتها بصفه مفاجئه وبصفه بروتال. معناتها الحكايه تجي مش خاطرك انت في نهارتها، مش خاطر في نهارتها اكزاكتومون، تصير قبل وقت في بعض الحين. دونك هو باش يعرض روحه للخطر، الور كو ربي عطانا ترخيص معناتها باش ربي عطى رخصه وفتح الحكايه، عطانا ترخيص باش ما نمشيوش نخليو رواحنا عرضه للمخاطر الكبيره. دونك هذوما الحالات الثلاثة اللي يلزم ما يصوموش فيها. الفو ميو ياخذ دواه في وقته، يشرب الماء، ياكل ماكلة صحية ويبعد من الحكاية هذيا. وبالنسبة للعباد اللي عندهم الضغط وياخذوا الدواء، حاجة مهمة برشا ماذا بينا نقولوها، اللي ياخذ مستانس ياخذ الدواء في الصباح نتاع ضغط الدم ماذا بيه ياخذوا من بعد شقان الفطر. علاش؟ خاطر من بعد شقان الفطر كيف ناكلوا اون جينيرال الماكله نتاعنا مالحه شويه وفيها برشا ماء تصير اون هيبر فوليمي، التونسيون تطلع. اي دونك ماذا بيه يحضر روحه من الاول، مش ياخذ الدواء في السحور، ياخذه من بعد شقان الفطر. واذا عنده حربوشه معناتها نفس الموليكول ياخذها في مرتين في النهار، هذاك الوقت لازم اوبليغاتوارمون يقوم في السحور باش ياخذ الحربوشه الثانيه نتاعو. فوالا. وانا ساعات يجوني مرضى تلقى خذا الحربوشه الاولى الحربوشه الثانيه ما خذاهاش على خاطر نساء ما قامش. اي ولا هذا الوقت يتفرعس كل شيء خاطر في رمضان قلبه نتاع الليل تولي فيها بذر. مشكله. أي. دونك لازم يعرف حتى اذا خذا ترخيص من عند الطبيب نتاعو باش يصوم ونساء الحربوشه نتاعو في الليل ما خذاهاش، لازم اوبليغاتوارمون كيف يقوم في الصباح ياخذ الحربوشه الثانيه. ايه افيك اون غورجي دو. وابري تو الله غفور رحيم نورمالمون. السؤال هذا انا بالحق لازم زاد نعرفه، مثلا انت في النهار ولا الليل اذا كنت تنسى الموعد نتاع الدواء، مش تنسى ساعه خدمه تفرض عليك تخدم وما شربتش دواك، تكمل ما تشربوش وتاخذ اللي بعده ولا كمان تخلط تشربه؟ اذا في نفس النهار ما شربتوش في الصباح وتذكرته في الليل تاخذه في الليل. ما يسالش مع دواء الليل. مع دواء الليل ما يبدا عندك خاطر دواء في الليل.
دونك ما يسالش كي تاخذوا في الليل. تاخذوا في الليل اكزاكتومون. ترجمتهم. ميرسي دكتور. يعيشك دكتور شهاب حمزه، ان شاء الله نهارك زين. نهارك طيب. ونهارك اسعد الايام. جيجي آية لله. الحوت نتاعنا في الفور. اي. تو باش نحطوا السوب ولا البوتاج. انا بنحبها. هذه الشربة خاطر نحبها. انا نحبها. نحبها الشربة هذي. حقيقة. واو. بنا وما نفع بصراحة. التكستور نتاعها تشهي كل هكا كليمة بنينة. والبطاطا فيها نشي. واو. باش تعطينا التكستور اللي احنا حشنا بها. هذه السوب نتاعنا هذه البوتاج باش تزيدها. هكا شوية. ايواش زيدوها الاشياء والجماليات هذيا. اي باهيه برشا. جيت طرف كاني رسمه هايكا. الله الله. هذه البوتاج نتاعنا توا باش نمشيو نكملوا الحويتات. صحيح الحويتات في الفور. باش نعملوا الديسير اللي هي سلاد دو فروي. سلاد دو فروي ونمشيو لفقرتنا إليغانس. فقرتنا إليغانس كيما العادة باش نحكيو على ديرما فيغ، والمرة هذه الباك ديرمو كالم. دونك باش نشوفوا التقرير هذايا عليه خاطر ممتاز على الآخر. عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا معكم من جديد. اليوم باش نحكيو على مشكلة تهم برشا ناس ويعانيوا منها برشا ناس، سورتو كبار السن اللي هي وجاية على البرد، الارتروز، والروماتيزم زيادة. شنو رايكم اليوم جبنا لكم الحل للوجاعي هذوما الكل؟ اليوم بحذينا أخصائية العلاج الطبيعي عايشة ليلي. مرحبا بك. عسلامة فيدي. عسلامة عايشة. اليوم جبت لنا الباك ديرموكالم من ديرما فيك، كان تحكي لنا أكثر عليها وتفسر لنا للسادة المشاهدين كيفاش ينجموا يتخلصوا من وجيعة البرد والارتروز. فوالا، أنت قبل كيف فيدي قلت هو الكبار السن توا مع الارتروز وكالوجيعة وكل ما عادش كان الكبار السن. كبار وصغار توا ونسيو الجي. الكل ولاو يعانيوا من هذا المشكل. فوالا كبار وصغار. كما قلت انت يا فيدي هذا الباك ديرموكالم ديرما فيك نجمو نستعملو ان توكا اون كا دو بروبليم ارتيكولير ولا مسكولير، معناها سوا لو بروبليم تاع ارتروز ولا حتى بالنسبه لي ميوسكو بالنسبه لي سبورتيف. فوالا لي سبورتيف باهيين برشا برشا سورتو الكريم شوفونت هذا دي كونتراكتون. لي سبورتيف نجمو نستعملو ان كا دو دي شيرور مسكولير باغ اكزومبل. دونك الباك نتاعنا متكون من دو برودوي اللي هما كريم شوفون ديرموكالم ويل جون بلور. علاش هو به برشا برشا يقولوا لي علاش تنصحنا به؟ به دونك فيه ديزويل اسونسييل اللي هما زيوت اساسيه. فوالا فوالا تنفهمكم بالعربي شنو اللي هما شنو؟ كلو دو جيروف، العود القرنفل، النعناع الحار، الغومارين والزيت الكليل به برشا هذاك الاختخوز. هذوما اللي حسوس بالبرد والسخانه فرد وقت. فوالا هذوما نستعملوهم برشا بالنسبه للبروبليم تاع الاختخوز. هذوما الكل من المكونات نتاعهم الاساسيه، نجمو نستعملو مونكا دو فاتيك كيف كيف، عندهم دي معناها والا اونتي دي بروبليم اونتي انفلاماتوار سو انفلاماسيون ولا حاجه، في اي وقت مره ولا مرتين في النهار. ينجموا يستعملوهم كل نهار معناها ولا مره في الجمعه مرتين في الجمعه كل ساعه. تحب انت مره ولا مرتين في النهار. ينجموا يستعملوهم كل نهار ما يقلقش معناها. ينجم ما يقلقش هو ما عنده فيه حتى كونتر انديكاسيون سوف كان تبدا فام اونسا. بالنسبه للكريم شوفون. لا لا نسي لا حبيله. لا حبيله فوالا هذه حاجه مهمه برشا في دي. بالنسبه للكريم شوفون هذه دو كونتراكتونت تعطينا سونساسيون دو شو اوف خوا اللي هو بالحق يتفرهد على الاخر. مره بارده مره سخونه. فوالا تجيك عندها وجايع برشا في المفاصل نتاعها مساج صغير خاطر هي ديجا البرينتراسيون نتاعهم سهله برشا. سهله فيسا يدخل فوالا فيسا فيسا كونتيتي صغيره منه هذا في 200 مليلتر يكفيك برشا. ديجا الكونتيتي فوالا. وتشدنا برشا كونتيتي صغيره نعملوا مساج صغير كيما قلت لك البنتراسيون ياسر سهله بالوقت تقول لك تفرهدت على الاخر برشا برشا بالحق يحبوا البرودوي ينقص الوجيعة برشا يعني فوالا. وبالنسبه كيما قلت لك بالنسبه للسبورتيف نحب نقول حاجه مهمه برشا قبل الاكتيفيتي سبورتيف ينجموا يعملوا به مساج بور ايفيتي تو تيب دو ديشيرور موسكولير. هذه معلومة مهمة برشا. معلومة مهمة برشا نحب الناس الكل تعرف به. تويكا نحكيو على الزيت هذا ويل جون بلوخت اللي هي تويكا مشكلة العصر سيختو الانسا ديما واقفين سواء في الكوجينة ولا في الخدمة. يبدا نهار كامل تيعب هو ديجا تقول لك امانك راني نحس في سقايا ارزان اخر النهار. مساج صغير
كونتيتي صغيره من هذا فوالا اخر الليل مساج دونك هذا مساج تعملوه اخر الليل كي تقعد باش ترتاح فوالا والا زيد بالنسبه للنساء اللي عندهم لي فاغيس حتى للرجال زيد اللي عندهم لي فاغيس نجموا يستعملوا مش فيزي كان لا حتى للرجال اللي عندهم لي فاغيس نجموا نستعملوا كيفاش طريقه الاستعمال فوالا كونتيتي صغيره مره ولا مرتين في النهار كيما قلت في سونس فينوز مع السونس نتاع ليفين اللي هو من اللوطة للفوق مساج صغير مره مرتين في النهار ونلقاو بلقط الانسان يحس روحه يتفرهد وبرشا بالحق انا في سونتر نتاعي نخدم به وننصح به برشا الناس الكل على خاطر اللي هي تقول لي بالحق راهو الريزولتا نتاعو طيار بالوقت راهو تحس الفرق دير ما فيك ديما تخمم في الكليون نتاعها حاجه بها برشا فاش تستناو دير ما فيك لقات لكم الحل الوجاع ياسر يعاني منها برشا عبيد نعرفوا انه البرد كيما كانت تقول لنا عايشه تو العباد اللي تقعد واقفه برشا تحس بساقها ديما رزان حتى للي سبورتيف زاد دونك ماهيش فيزي كان للعباد الكبار لقات لكم الحل دير ما فيك بالباك ديرمو كالم فاش تستناو باش تعديو لي كوموند نتاعكم كلمونا على الرقم 36 015 011 والا على الباج فيسبوك انستغرام ديرمافيك وين تتحصلوا بيان سور على لي كونسيير نتاع ديرمافيك تسالوهم لي كيستيون نتاعكم الكل ويجاوبوكم اتو مومون ميرسي عايشة فيدي شرفتني كيف فقرتنا زادة إليغانس فيها الموضة فيها اللبسة المزيينة في الجمال معنا ثريا الصحراوي مصممة أزياء وخبيرة في الموضة صباح النور صباح الجمال والأنيقة مرحبا صباح الأنيقة الكل دونك اليوم مش نحكي على الموضة في 2024 هي مازالت فما موضة ساعة بيان سور الموضة دي ما نعيشوا بها الموضة كأنه السنين الأخرى كل شيء موضة المهم أنت تعرف كيفاش تختار ولا فما ألوان معينة فما لبسة معينة فما حاجة هكا نقولوا هذية بتاع 2024 ما زلنا نقولها طبيعة الموضة هي كل عام يخرج لنا تيم جديد ألوان جديدة باش نوعوا بها الدريسينغ نتاعنا باش نوعوا بها اللوك نتاعنا دونك السنة 2024 ما شاء الله عام مزهي عام كله الوان الالوان سورتو احنا توا في سبرينغ سامر اللي هو برانتون ايتي 2024 اللي هو بيانتو عم ببرشا الوان الوان حيه فيقه سورتو الروج باش نراو برشا والغوز والغوز لي كولور باستيل كلهم سنة توندونس وسورتو باش تشوفوا حضروا ليكم تشوفوا برشا روج البلينيونس نتاعو كو سوسوا لوني اللي نحبو انا نحب الروج انت برشا مرات راهم لابسه يقول لك لون جريء كثرت تلبس ديما احمر اخي هاوكا باش نقول لكم اللي هو لامود 2024 صحيح دونك انا نلبس على روحي الاحمر بيان سور غي لي اللون الاحمر فيه برشا جرأه وفيه برشا كاركتير مش اي انسان ولا مش اي امراه باش الفا اوزي باش تلبس الاحمر مي حضروا رواحكم باش تراو برشا احمر الربيع هذا ولا سيف كي تبدا مراه مثلا ما يوتيهيش الاحمر فما نساء اللي يقول يلزمها تعرف كيفاش تلبسه بيان سور هو مي الحاجه الباهيه اللي في الاحمر يمشي مع السمراء ويمشي مع البيضاء هذيك الحاجه الباهيه وتوا اباغ الاحمر الالوان كيما قلت لك الزاهيه الكل كيما لورانج لو بلو الفير لورانج حتى في المكياج لا موضه الروج لورانج لورانج هي كنتي مزهيتنا باللورانج لي انا بون عامله كان فيغني الروج لي فغ كل سورتي حتى في الفارا بوبيير وفي معناها خارج توندونس اي بيان سور بيان سور تو سكي لي كولور باستيل لورانج سومون النيونس هذيك نتاع الالوان كيما قلت لك الفاتحه خارجين برشا وحطيت لكم ديجا كوكتيل دو نشوفوها في دي فوتو هنا في ديفيلي فيندي مات بليزيور مارك في العالم خمت لكم دوره خفيفه هكا في لي فاشن ويك في عاصمه الموضه كو سوا هنا في باريس ولا نشوفوا في اللون لورانجي هاكا طاري اي اي لو لورانجي في لا مارك كيما تاو حتى الميلونج نتاع الالوان اللي احنا في العاده يقول لك ليه وما يركبوش على بعضهم ليه برشا ولو انا ما نمنش بها حكايه ما يركبوش خاطر تغزر الجنينه ربي خالق الجنينه تغزر لها تلقى الورده صفرة ورقتها خضراء حمراء ورقتها الالوان موجوده ومحلاها افكتيفمون حتى لا ناتور انسبيري تو في التوندونس كو سوسوا لي فلور لي فوي التروبيكال نتاع اي رجعوا للورد رجعوا برشا اون فوغ اللي هو قبل خرج موضه احنا رجعنا له ايش نقول لك هو سيركوين نتاع لا موضه كيكا هو رجع توا باغ اكزومبل البيبي دول الكوب نتاع ديكوب نتاع البرانسيس ولا لي روب
بوبي رجعوا اون فوغ اللي هما لي زاني 2000 لي روب كيف كيف نتاع لي زاني 80 دوره ترجع سيسكوي اكزاكتومون يبردوا شويه ويعاودوا يرجعوهم لنا اون فوغ كل مره تخرج لها توندونس باش تنوع بها باش تزهي بها باش تبدل هاكا ما تقلقش خاطر الروتين اليوم شنو عندك انت ليه يروح يلقى التيمة اللي تقريبا العالم يعيش فيها كأنه القى التيمة هذيك حبوا يعوضوها بالألوان الزاهية في اكزاكتومون بك النيونس نتاع لي غير نتاع هاكا خرجوا لنا معناتها الوان مفرحة اكزاكتومون به التوندونس نتاع قبل كانت ساكا ماوس والصبات فرد لون توا ولاو توندونس انه تنجم تلبسهم معناتها وحتى الفضه والذهب وليو خلطوهم توا حتى في غوب اللي قبل انت تقول اوه امبوسيبل سي معناتها دو ماتيير اللي هما ريجيد وصعاب كيفاش نحط لارجون والدوغي مع بعضهم في تونيو اليوم نشوفوا دي كرياتور كبار في العالم حاطين لك غوب كيما أرجون يدوري سترونغ مثلا كان ناخذوا تونو احنا انت باش تلبس حد وباش تعطيها سكاما وتعطيها صبات ومش فرد لون كيفاش تعطيها للوين مثلا شنو تلبسها؟ نخرجش على القام الحق معناتها كو سوسوا لبستها في الدوري ما نخرجش على القام نحط حاجه بيج روج لي كولور هذوك ما كان لبستها باغ اكزومبل اون روب نوار ما تتكسر ما تحطش باش تحط كلها لوك كامل فرد كولور راك قتلتها لازم تبدل تعطيها هكا تحييها بكولور وتحييها توندونس اخرى توا انك تخلط كان لبست غوب باغ اكزومبل كان عندك سواري تحط فوق منها جوب والله كان الفيست تزيد منها قطعه اخرى فهمت معناتها تو ميكس كيفاش الغوب تحط عليها جوب غوب تلبس غوب نتاعك سواري نورمال اون جيري حاضره تزيد عليها جو باغ اكزومبل جو بون كوير جو بون فلوخ اللي ما نعرفهاش حلو اي باهي كان تلبسني انا توا وانا نقدم في الحصه هذه اش تلبسني انت توا عندك انا جيت وباش تلبسني اول حاجه نغزر لها هي المورفولوجي نتاع بدنك المراه لازم ديما تعرف معناتها لو كور نتاعها كيس كي دوموند خاطر ما تنجمش تشوف حاجه نقول والله نجم نلبس انا كوثر نامبورت كوا لا انت ياك تعرف بدنك لا اكزاكتومون نشوفك احنا توا لهنا قدامنا قديش من فورما نتاع بدن المورفولوجي نتاع 5 فام ولا 4 فام لي فام اون جينيرال كلاسي لي ديفيرون تيب دو مورفولوجي اللي شفتهم توا اللي هي تريانجل تريانجل اللي تبدا كتاف عراس والتور دو اونش نتاعها بوتي والحتى ضعيفه من اللوطه كلها تهبط ضعيفه دونك ما تنجمش تلبس كل شيء لازمها تاليفيت لي غيور باغ اكزومبل لي غيور فيرتيكال باش ما يظهرلهاش عرضه كتافها يزيد يعرضها من الفوق و اكزاكتومون تولي تميل اكثر الحاجات اللي تهبط كوب دغوات اوكي وماذا بها تلبس كيما نقولوا الالوان الغامقه من الفوق الوان فاتحه من اللوطه باش يعملها معناتها باش تبرز اللوطاني واللي يظهر اكثر من يعطيك الصحه خاطرها جوي دم اللوطه باهي تريان الريكتانجل 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 كيما نشوفوا ان كور ريكتانجل معناتها ما فيهش ما فيهش لي فورم ما فيهش لي فورم ما فيهش معناتها الاكتيف والانش كيف كيف كاري ما فماش تخلف في لي انش من اشهر الفنان معناتها معروفين برنسيس ديانا معناتها بدنها اللي تي كوم سا مي انا ننصح المراه اللي عندها بدن كيما هكا ديما تختار لي روب اللي فيهم كوب في التاي سانتور بوغ افيني ان بو التاي باش تبين التاي نتاعها باش تظهر التاي نتاعها اكثر فما البوم يظهر لي ريت فما البوم اللي هي اون فام روند كيما باغ اكزومبل انت قلت لك كي تشوفني انا اون فام روند ايوا ذيك عليه في الجزائر عيطوا لي التفاحه التفاحه تو عرفتها التفاحة لا فام روند سي تفاحة فوالا ابل شيب في الجزائر عيطوا لي التفاحة 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 اوكي خاطر يتربجوا بيا التفاحة سي لا فام روند ايه لا فام روند ديما ماذا بها تلبس حاجة طويلة فيست باغ اكزومبل انت ما شاء الله التينيو نتاعك ياسر محلاه ديجا كي شفتك عجبتني لي كولور كاريتو كيفاش لي كولور سي فوالا المراه معناتها الروند لازمها تلبس الوان معناتها من الفوق
وكارك من اللوت راك سرويل افتح شويه خاطر لا فام غون تمشي معناتها عندها فوليوم الفوق مثلا راني لبستو بيج اكزاكتومون اكرو فاني توا فانيز دو توندونس تالون تالون هكا اي اكزاكتومون يولي وقتها شيك برشا كي ديما شيك عايش الريشه ليها نيسه باللي يلبسوا راه عايش مي جوست فيغ لو بون شوا سي نيسيسير سي باهي من بعد البوم شنو فما في الفورم فما المورفولوجي تاع اللي الويت هذيك هكا اللي عندها ولا الساعه الرمليه اللي هو اكثر جسم ما يلقاش صعوبات في اللبسه اللي يلبس يواتي معناتها عنده حريه تامه في في لي تينيو اي ما يتقلقش ما يتقلقش احسن تاي كي تكون فما تاي ولي ولا كتاف قد تور دو رونش وساقين يمشيو اوموجين معناتها ما عندهمش قلق الناس اللي عندهم ذن كيما هكا دونك اهم حاجه انه نعرفوا المورفولوجي نتاع بدننا نختاروا الحاجه اللي تويتينا مش نتبعوا الموضه خاطر هي موضه فوالا ما تنقصش تشوف باغ اكزومبل فينا لبست هكا تقول والله نحب انا نلبس كيفه ولا نحب نعمل اللوك نتاعها خاطر انت تو ديفيرونت احنا نسي معناتها اون جينيرال مانيش كلنا كيف كيف تشبهوش لبعض ما فماش وحده خير من وحده كل محلي كل وحده وسرها وكل وحده والشاغم اللي عندها فهمتني و فوالا لازم تعرف روحك تعرف بدنك تفهم روحك قبل انا شنو اللي واتيني باغ اكزومبل اللي فورمه لانزاسا كنا في التفاحه لانزاسا فما لانزاسا اي فما نسي فورمه متاع لانزاسا اللي هي كتفها صغار كتفها صغار لي زيبول صغار اوكي اي سي مليونج ما تنجمش تجي تلبس باغ اكزومبل لهنا باش تعكس تريونغل قلنا الغامق من فوق في تحليلوطا ولا الغيور اللي زيفيت ولا باغ اكزومبل البروتيل تلبسها جويدين تلبسش العراض لانزاسا بدنا هكيكا يفو ميو تلبس باغ اكزومبل البروتيل عريضة تختار ديما لي فيست فيهم لي مونش بوفونت ولا بالليبوليت باش يعرض لها كتافها يعطيها لوك معناتها باش تولي متناسقه باش تولي متناسقه اكزاكتومون ماذا بيه ايليفيت لي جين فيزو اللي هما يزيدوا يظهروها اكثر معناتها لي اونش نتاعها تزيد تظهر اكثر سمينه وكوا دوتر ولي ماتيير زاد يفويفيتي معناتها لي ماتيير ايبيس اللي فيهم يزيد يعرضك اكثر معناتها دونك انت تختار افهم روحك قبل اعرف روحك شنو تستحق افهم بدك ومن بعد نو سوا با انفلونسي انا هذا شنو نقول خاطر توا مع لي اختار الحاجه اللي تمشي معاك اكزاكتومون توا مع لي سورتو انت مرتاحه فيها زاده تبدا انت ساعات مخك يخول لك انت مرتاحه فيها وهي مش مواتيتك انت جوست خاطر شفت فلينه لابسه هكا خاطر اني تري انفلونسي ان جو اليوم لين تتبع اكثر ما هي عندها قرارها الخاص شفت هكا البوست هذاك جو دو افواغ سا افهم روحك افهم بدنك وشوف اللي يواتيك ما تنغرش هذا شنو نقول انا فوالا يعطيك الصحه ميرسي بوكو ثريا الصحراوي ميرسي ميرسي ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد الايام ديما جميل يعيشك وانت زيده جيجي قولي انت تغيب تغيب تمشي تحكي وتجيني تجي تجي تطلع عليا السلاد نتاعنا الكيوي البرقدين الفريز فما فما نحطوا حتى الزنبيع كان حتى الزنبيع كل شيء نحطوا فيها بيان سور ايوا باش تبدا الوان فيتامينات دونك التفاح نحطوا له شويه سيترون اي البنان كيف كيف ومن بعد كي باش نسقيو احنا في العاده نعملوا زهر وسكر نحبوه ولا زهر انا ضد السكر ديما باش نعمل جو دورانج باهي برشا نسقيو بالجي دورونج تجي ياسر بنينه باهي معناتها بريسك كملنا بريسك كملنا تجيب الحويطه نزينوا كل شيء يلا نمشي انا وياك لفقرتنا كيفاش